برنامج اللي كان هدفه من وراءه باش نطوره يعني ونساهموا في التطوير ديال الفلاحه الوطنيه، فمن خلال يعني المنصات التطبيقيه، الايام الدراسيه، التحاليل ديال التربه، وكذلك الزياره ديال المواكبه اللي كنمشيو عند الفلاحه الضيعه ديالهم وتنقدموا لهم النصح الفلاحي اللازم. فحنايا كنتواجدوا في واحد المنصه التطبيقيه الخاصه بزراعه القمح اللين. النتيجه اللي توصلنا ليها في هذه المنصه التطبيقيه ديال المثمر هي 23 قنطار في الهكتار، اللي هي واحد النتيجه استثنائيه نظرا يعني الظروف المناخيه الصعيبه اللي كانت هذا العام. بينما الفلاح في المنصه الشاهد توصل فقط ب 10 ديال القناطر في الهكتار. هذا الفرق هذا كيمكن لينا نشرحوه لاننا في المنصه ديال المثمر طبقنا تقنيه الفلاحيه السليمه، يعني ابتداء من التحاليل ديال التربه مرورا باستعمال التركيبه الجهويه للاسمده اللي هي الملائمه اللي هي 10 20 20، كذلك استعملنا المكننه حيت اول مره كيتستعمل الصومار هنا في هذه الجماعه يعني، وكذلك داوينا ضد يعني درنا سماد التغطيه وداوينا ضد الربيع والامراض يعني الفطريه في الوقيته ديال التاثير ديالها. اليوم تنتواجدوا هنا في هذه المنصه اللي دارت التجربه هذه اللي دارت لو سي بي في الزراعه ديال الحبوب، وهذه الزراعه ديال التجربه اللي دارت لو سي بي الزراعه ديالها كانت زراعه مزيانه، وبالنسبه للزراعه اللي كنا كنديروا حنا في الاول وهذه التجربه هذه اللي داروا الناس ديال لو سي بي كان فرق كبير ما بين الزراعه ديالنا والزراعه ديالهم، حيت هما كانوا زرعوا بالسمار، حنا كنا كنزرعوا غير البليد، والنتيجه اللي بانت لنا كفلاحه في المنطقه هي واحد النتيجه اللي بانت لنا بالنسبه ديال الزراعه. الناس ديال لو سي بي زرعوا بالسمار، حنا كنا كنزرعوا غير البليد، ما كناش تنعرفوا الزراعه ديال السمار وهي زراعه مزيانه. وبالنسبه للبذور اللي هما جابوا زريعه مزيانه، زرعات مع قله الامطار اللي كانت في هذا العام، ومع ذلك عطات نتيجه مزيانه. وتنتمناو من هنا لقدام باش اننا نكونوا استفدنا واحد الحاجه من هذه التجربه هذه، وباش نمشيو على الطريقه هذه اللي جابت لوسيف بي لهنا، ونتمناو من هنا لقدام باش ان الفلاحه كاملين يشدوا في هذه الطريقه هذه وهي طريقه مزيانه.